تجسيدا للرؤية الملكية السامية التي تعلي من قيم الولاء والانتماء للوطن، قام الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة صباح اليوم بتدشين الخطة الوطنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من أبناء الوطن، ضمت أصحاب الفضيلة علماء الدين وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء الجامعات والمعاهد ومدراء المدارس وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان ورؤساء تحرير الصحف وجمع من رجال الأعمال والمحامين والأطباء وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء الأندية الرياضية والمراكز والجمعيات الشبابية. وبهذه المناسبة ألقى معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة كلمة بهذه المناسبة. فالوطن ليس حيزا جغرافيا نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده. وإن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى، بل إنها الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني، ومن أهم الأسباب الموجبة التي دفعتنا لإعداد هذه الخطة الوطنية. أولاً، توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من خلال الخطابات السامية في العديد من المناسبات الوطنية التي نستخلص منها الحكمة والرؤى في تعزيز الانتماء وقيم المواطنة. والأمر الآخر هو أمانة المسؤولية الأمنية نحو المجتمع، وهي مسؤوليتنا، كما أنها الهدف الأسمى، لأننا مؤتمنون على أمن المجتمع حاضراً ومستقبلاً في إطار أمننا الوطني الذاتي. والسبب الآخر هو وفاءً وعرفاناً لعطاء الرجال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. والحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا هي استهداف الهوية الوطنية، وتحديداً من قبل إيران، سعياً منها لتكريس نهج التطرف الطائفي وزعزعة الاستقرار وبث الفتنة في المجتمع البحريني. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعرب عن الشكر الجزيل لمجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على إقراره للمبادرة واعتبارها خطة وطنية، وتشكيل اللجنة الوزارية لهذه الغاية بتاريخ 6 يناير 2019. والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على المساندة والدعم للمبادرة وإطلاق سموه عليها اسم بحريننا. كما أن كلمة الشكر واجبة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على مبادرات سموه الوطنية ورفع الروح المعنوية لدى الشباب وما حققه من إنجازات عززت الهوية الوطنية البحرينية في جميع المحافل الدولية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، كانت البحرين وما زالت أعمق من فكرة الأرض والمكان، بل هي شرعية القيادة والتاريخ والمنجز والإنسان. فهويتنا البحرينية غنية بالقيم والعادات الموروثة من الآباء والأجداد والمستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف،
وإن الهوية الوطنية تشكل جزءاً أصيلاً من ملامح الشخصية البحرينية، حيث السماحة والحكمة والمروءة واحترام الآخر والتعايش، وهي صفة متأصلة بين قائد الوطن وشعبه. فالهوية البحرينية رسالتها عروبية وعقيدتها الإسلام والاعتدال، وهي محل اعتزاز قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، التي أفاضت القيم البحرينية الأصيلة على أبنائها في جميع مساحات الوطن لتصبح راسخة في حياة المواطن البحريني الذي يفاخر بهويته البحرينية الجامعة، متخذاً من وحدته الوطنية طريقاً نحو المجد والعلا. وإذا أردنا للبحرين أن تكون عصية على أي محاولات تريد المساس بأمن البحرين واستقرارها والعبث بسلمها الاجتماعي، فلا بد لنا أن نعبر خندق التطرف والطائفية بقلوب تؤمن بالانتماء والمحبة الوطنية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، وفي الختام أود التأكيد على أن الانتماء والولاء للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ليس نصاً يحتمل الاجتهاد والتأويل ويختلف حوله التفسير، فالولاء والانتماء هوية وجود وقدوة حية تعيش في النفوس قبل النصوص، والمواطن البحريني شامخ بوطنه، معتز بقيادته، ومفتخر بهويته البحرينية العروبية الإسلامية. أسأل الله أن يوفقنا في تحقيق أهداف وغايات هذه الخطة الوطنية الطموحة، وأن يديم على البحرين أيام العزة والمنعة والرفعة في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي حول الخطة الوطنية من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ في ضوء الأهداف والمبادرات التي تتضمنها، كما تم استعراض المراحل التي مرت بها الخطة الوطنية منذ أن كانت مبادرة من معالي وزير الداخلية حتى إقرارها من مجلس الوزراء الموقر وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها. بعدها أعلن راعي الحفل معالي وزير الداخلية التدشين الرسمي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تعد أول مشروع وطني يتم متابعة تنفيذه إلكترونيا. هذا وتقوم الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على 5 مسارات أساسية تستهدف مختلف فئات المواطنين، وفي كل منها مجموعة من المبادرات يتم تنفيذها من قبل عدة جهات تحت إشراف اللجنة التنفيذية، ويبلغ عدد مبادرات الخطة نحو 70 مبادرة مختلفة تحقق كل منها أهدافاً محددة. ومما لا شك فيه فأن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع
ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية. ثوابت وطنية متينة، تلك هي الثوابت التي جبل عليها المجتمع البحريني، والتي جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لتعزيز هذه القيم الوطنية الأصيلة من خلال مبادرات شاملة ومتنوعة تتشارك فيها مختلف الفئات والجهات التي حضرت انطلاقة هذه الخطة الوطنية الشاملة. معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية أخي العزيز طبق وبكل فعالية نظرة جلالة الملك في هذا الشأن، أنه هذه أرضنا وهذه بلدنا وهذه شعبنا وإحنا كلنا ننتمي إلى 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 إلى, إلى نسيج واحد، وهذه لها وضعوا لها خطة، وضعوا لها برنامج حقيقة جدا جدا جميل. اليوم هو يوم من أيام البحرين حقيقة، تدشين المبادرة الوطنية أو الخطة الوطنية لترسيخ الانتماء الوطني والهوية الوطنية من أهم المبادرات التي نقوم بها على مستوى الدولة. هذه الخطة ليست أيضا وليدة أجهزة أو إدارات الدولة، هي وليدة عمل وجهد قام بها أهل الرأي والمشورة في هذا البلد. قام معالي وزير الداخلية برأس هذه اللجنة، فكان فيها كثير من الإثراء من أهل الرأي ووضعوها بالفعل. كان هناك تحدي ليس في تحديد المهددات سواء كان من الداخل أو من الخارج لهويتنا الوطنية، ولكن حقيقة الابتكار هو في كيفية التعاطي مع ذلك ونقل ذلك إلى مبادرات يستطاع من خلالها ترسيخ الهوية الوطنية. هذه الخطة الوطنية الشاملة تحمل في طياتها ترسيخ قيم المواطنة النبيلة واحترام حقوق الإنسان، والتي تأتي لتجسد أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعد ركيزة النماء والتطور للمملكة. الانتماء الوطني في النفوس قبل النصوص، هذا ما أكد عليه صاحب المعالي وزير الداخلية خلال تدشين الخطة الوطنية اليوم. أعتقد بأن ما يميز هذه الخطة أنها تسعى إلى تشكيل ثقافة الانتماء الوطني، وما سعدنا بمتابعتها اليوم بأن هذه الخطة تقدم خطة وطنية شاملة شخصت التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة فيما يتعلق بالانتماء الوطني، وقدمت القيم المبنية لهذه الخطة سواء كانت قيم وطنية أو قيم إنسانية أو قيم سياسية وغيرها، وقدمت الحلول ممثلة بسبعين مبادرة. وما يسعدنا أن تكون هناك منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات. مبادرة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة حظيت باهتمام واسع ومشاركة كبيرة من مختلف الجهات، التي أكدت أهمية هذه الخطة وما تشكله الهوية الوطنية من إرث حضاري هام يجب الحفاظ عليه وتعزيزه. اليوم اللي عنده أفكار من منظمات الدولية، من شركات، من مجتمعات، من أصحاب فكر متطرف، يدخل من خلال الألعاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأطفال ويغير أفكارهم، يسحبهم إلى أفكار متطرفة وأحيانا يبعده عن الانتماء الوطني. فمثل هذه الخطة اليوم بشمولها بإدخال كافة فعاليات المجتمع، النظرة على الجانب التشريعي، النظرة على الجانب الاجتماعي، النظرة على الجوانب كلها الشمولية، وأيضا إدخال أصحاب الفكر، رجال الدين، أولياء الأمور، الأطفال، الشباب، كلهم في هذه المبادرة الوطنية مهمة جدا لتعزيز قيم الانتماء الوطني. الخطة الوطنية تتضمن في طياتها 70 مبادرة مختلفة متنوعة ومثرية بهدف العمل بكل احترافية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الأجيال القادمة. خطة وطنية شاملة جاءت لتعزز مبادئ وثوابت جبل عليها المجتمع البحريني، تؤكد جملة من القيم الرصينة التي هي عماد بناء المجتمعات وتطورها. فهذه الخطة بشموليتها وتنوعها انطلقت اليوم لتعلن خارطة جديدة للعمل الوطني المشترك والهادف. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.